حكاية محمد صلاح وأليساندرا أمبروزيو مع التفكير الشرقي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. أثارت صور مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح مع عارضة أزياء عالمية تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. وقد حصل صلاح على جائزة الرجل العام من مجلة جي كيو ليتصدر غلاف المجلة في نسخة الشرق الأوسط مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروزيو. ونشر اللاعب المصري على حساباته على مواقع التواصل مقطع فيديو تضمن كواليس جلسة التصوير التي جمعته بعارضة الأزياء، وحصدت الصور الإشهارية أكثر من 10,000 إعجاب على حسابه تويتر، بينما شوهد الفيديو قرابة 3 ملايين مرة على إنستغرام. وككل مرة لا تمر إطلالات صلاح دون جلبة، ادأب محبوها العرب على إخضاع تصرفاته لأعراف وتقاليد منطقة الشرق الأوسط. وقد انقسمت آراء المعلقين حول جلسة التصوير، فمنهم من نظم فيها أبياتا شعرية تغنت بصلاح والعارضة التي رافقت، ومنهم من طالبه بالتركيز في اللعب والابتعاد عن مجال الإعلانات. وأعرب بعض المغردين عن خيبة آمالهم لرؤية صلاح في تلك الصور لأنها برأيهم تخالف الصورة المحافظة التي رسموها له، في حين دافع آخرون عن صلاح إذ رأوا أنه يعيش في مجتمع غربي يبيح أشياء لا تتقبلها المجتمعات العربية، واستنكروا التدخل في حياة اللاعب الشخصية. ومال آخرون إلى إطلاق نكات أقحمت زوجته في الموضوع، فتوعدت بعض التعليقات صلاح برد فعل زوجته القاسي، كما قارن بعضهم بين إعلان صلاح ولاعبين آخرين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو. وانتقدت النائبة الأردنية ديما طهبوب النجم المصري قائلة: لا تنقصك لا شهرة ولا مال، الصورة غير مقبولة لا أسريا ولا ثقافيا ولا دينيا. ورد المغرد وائل البرغوثي على النائبة الأردنية قائلا: هذا لاعب كرة قدم عالمي ومواطن عربي له الحق في فعل ما يريد، وهذه أبسط حقوقه، وهذا تدخل في شؤون الغير الخاصة. صلاح ليس رئيس جمهورية وليس سياسيا ولا داعية. سعادة النائبة المحترمة يقولون: لا تحب لي ولا أكره لك. وعلى نفس المنوال غردت المغردة عروب صبح: من الطبيعي أن يتصور شخص مشهور لصالح علامة تجارية، كل شخص حر فيما لا يتعارض مع ثقافته. وأيدها في ذلك الصحفي المصري إبراهيم عيسى الذي دعا صلاح إلى تجاهل التعليقات الشرقية. ويرى البعض الآخر أن تعليقات المغردين على الصور كشفت سذاجة التفكير الشرقي. وبغض النظر عن كل هذه الآراء المتباينة، انصرف آخرون إلى البحث في سيرة عارضة الأزياء التي شاركت صلاح جلسة التصوير. وأليساندرا أمبروزيو هي عارضة أزياء برازيلية من أصول بولندية إيطالية. بدأت أمبروزيو مسيرتها في عمر 14 عاما، وشاركت في عروض لعدد من دور الأزياء العالمية منها دولتشي أند غابانا وكريستيان ديور ورالف لورين، بالإضافة إلى فيكتوريا سيكريت. وتعتبر من أغنى عارضات الأزياء في العالم، إذ يتجاوز دخلها السنوي 6 ملايين دولار. وسبق أن صورت أليساندرا أمبروزيو مع نجوم برشلونة في حملة دعائية على غلاف نفس مجلة جي كيو التي ظهرت في مع محمد صلاح، وجي كيو هي مجلة شهرية للرجال. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.